السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم البريوات بالطريقه ديالي بالصدر ديال الدجاج. غنديرهم غنديرو يتسلق مع جوج غميص ديال الثومه مع ورقه موسى مع شويه الملحه. غنديرهم يتسلقوا حتى يتسلق مزيان. وفي الطريقه عندي هنا توابل، عندي سكنجبير، الخرقوم، الزعفران، شويه ديال البزار، الملحه على حسب الذوق، هذيك سميتو داك كوري لو كوري، والبصله نص كاس زيت باش نقلي باش نشحر البصله وهذا، والقزبر والمعدنوس وثلاثه د البيضات. هادو غنديرهم في المراحل التالي باش نعمر البريوات ديالي. ومن بعد ان شاء الله ملي غنرجع نكمل وغنرجع معكم ان شاء الله وتشوفوا كيف كيجي داك اللي وريت لكم بعد ما سلقته في الماء مع شويه د الملحه مع راس الثومه مع ورقه موسى. كيجي هكا، ديروها هكا فتات. دابا غنديروا الزيت في المقله، غنديروا ديك حبه البصله اللي درنا، غندير التوابل ونشحر كل شيء، وديك الساعه في الاخير غنرجع معكم ان شاء الله. حرات ليا البصله مع داك التوابل اللي درت ديال اللي خلطت كاملين. دابا غندير معاهم داك الدجاج، داك الصدر ديال الدجاج درت انا غير نص ديال الصدر هنا، غنخلطو مزيان حتى يتقلى معاه، كيجي المذاق ديالها كتجي زوينه هكا، كيبغيوها الوليدات وملي كيجيو كيجمعو كنديرها منهم، كيكونو زوينين، كيتخلطو كيجيو بحال البسطيله، غير هما مملاحات. كيجيو مملاحات، من بعد كنزيد عليهم داك القزبر والمعدنوس، نشحرو مزيان، كيجي كيجي زوين هادشي، هادشي جراطا كلشي طايب. من بعد غنزيد عليهم ثلاثة د البيضات، والملحة على حسب الذوق، والعطرية كاين اللي كيبغي الهريسة، كاين اللي كيبغي. أنا استفدت غير من هادشي اللي درت، هادي هي الطريقة باش كنطيبهم، كيعجبوني هاكا، مكنبغيش نزيد عليهم تا توابل أخرين. غنزيد عليهم ثلاثة د البيضات هنا، هاد ما يتشحر مزيان يطيبو لنا هاد البيض، كيجيو زوين. نجربوهم ديروهم لوليداتكم وخليونا التعاليق ديالكم. هذا الشيء اللي كنعرفو غنشاركوه معكم ان شاء الله في هذا الشهر رمضان، كنديروا غير داك الشيء متناول الجميع باش كل شيء يقدر يدير الحاجه. الوليدات يفرحوهم في هذا رمضان، واخا غير بحاجه بسيطه يحضر لهم بها شي حاجه بنينه ويقدر ولادهم ياكلوها مع الخضار، ما كيبغيوهمش كيتخلطوا هكا، ما كيبانوا لهمش كياكلوهم. صافي دابا هاد الخليطه هو طاب، غنطفي عليه نخليه حتى يبرد، وغنرجع معكم ان شاء الله ملي غنعمرو في الورقه ديال البريوات ان شاء الله. البريوات اللي كنا حضرنا بالدجاج هانتوما كي كيجيو بالصدر ديال الدجاج، هانتوما كيجيو زوينين، هانتوما كيجيو بخيرين. جربوهم لوليداتكم وبالصحه والراحه.